صيف دل. يحتفل المكسيكيون بيوم الأموات بعطف وشغف وحبور، وتحتفل ماريون تافيا به مع 500 يتيم. يؤمن المكسيكيون بأن الأموات يحضرون لزيارتنا في يوم الأموات، ويعتبر هذا الاحتفال من أهم احتفالات العام بالنسبة للأطفال والراشدين. العقيدة والحياة. عندما يحضر الموتى للزيارة، يحتفل المكسيكيون بمناسبة يوم الأموات، وقبل أسابيع على موعد المناسبة تبدأ ماريون تافيا وهؤلاء الأيتام بالتحضير له. تعمل اختصاصية العلاج بالفنون المولودة في ألمانيا في دار أيتام كازا سان سلفادور منذ أكثر من 10 أعوام، لكن ليوم الأموات أيضا أهمية شخصية لماريون تافيا. لم أعتقد يوماً أنني سأعمل في دار أيتام. لم أكن أتمتع بضمير اجتماعي قوي، على الأقل ليس قبل وفاة زوجي. كانت حياتنا غير تقليدية. أعتقد أن من طبيعة الإنسان تقدير ما كان لديه بعد فقدانه. عاشت ماريون مع الفنان توماس تافيا في برلين 20 عاماً تقريباً، وعندما شخص الأطباء إصابته بمرض السرطان تغيرت حياتهما، ول10 أعوام لازمته رغم كل التقلبات، وفي عام 1998 توفي توماس تافيا. بعد 2 على خسارتها زوجها، هاجرت ماريون تافيا إلى المكسيك، وهناك اكتشفت هدفاً جديداً للحياة. مات زوجي بثقة بالنفس، مات وكأنه يفعل أمراً اعتاد على عمله. لذلك فكرت، إن مات بهذه الطريقة فلن أغرق في الاكتئاب، لأن ذلك سيكون ظلماً له. وقلت لنفسي، سأحاول إعادة بناء حياتي والاستفادة مما حصل بطريقة إيجابية. كانت فكرتي منح شيء للحياة، وهذه الفكرة جعلتني آتي إلى هنا. منح العمل مع الأيتام ماريون تافيا ثقة جديدة بالحياة، وتشعر المعالجة بالفنون البالغة 52 عاماً بالراحة مع رموز الموت هذه المتمثلة في الهياكل العظمية العملاقة والجماجم المضحكة التي تصنعها مع الأطفال. أعتقد أن معظم الألمان يشعرون بالصدمة. فعندما أجمع التبرعات أعرض عليهم صور أعمالي، وعندما أريهم صور يوم الأموات تقشعر أبدان المهتمين. لكن الأمر هنا طبيعي وليس غريبا. يحب الأطفال صناعة زخارفهم الخاصة ليوم الأموات، وتكون ذات تفاصيل دقيقة. تعلموا ذلك من ماريون تافيا، وهي الطريقة التي تمتعهم ويرونها مجدية. أصنع التماثيل مع ماريون لأن هذا تقليدنا، ولطالما فعلنا ذلك، لكن بعض التقاليد تختفي تدريجياً، ولهذا نريد الحفاظ عليها هنا في دار الأيتام. دار كازا سان سلفادور تابعة لشبكة دور أيتام في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مكونة من 9 دور، وتعرف بالإسبانية باسم نويستروس بيكوينوس هيرمانوس، وتعني إخوتنا وأخواتنا الصغار.
هذه الشبكة عبارة عن مشروع خيري، وقد اختارت ماريون تافيا المكسيك لأنها زارتها في إجازة ولأنها توفر ظروفاً ملائمة للعلاج بالفنون. على الفور شعرت بالراحة، كنت محظوظة لأن المسؤولين سهلوا علي تأسيس ورشة العمل، قالوا لي جربي وتركوا لي حرية القرار والعمل. الأمر الذي أشعرني بأنني في مكاني الصحيح، كما وضع الأطفال ثقتهم بي وعلموني الإسبانية. كما في كل عام وقبل موعد الاحتفال بيوم، تصطحب ماريون تافيا الأطفال إلى المركز الثقافي في بلدة كورنافاكا المجاورة. تعتبر سيدة الهيكل العظمي رمز يوم الأموات. هناك أشكال كثيرة ومختلفة لها في أنحاء المكسيك، وماريون مهتمة بكيفية صناعتها. استخدمت إحدى القبائل الأصلية الخيط، كان لديها نوع معين من الشمع يوضع على الأشكال، ثم يتم لصق الخيط على الشمع. لا يتم رسمه بالألوان بل بالخيوط. لا أعلم إن كنتم تستطيعون رؤية هذا هنا. نعم، هل ترونه؟ يلصقون الخيط على الشمع باستخدام عود خشب. يوم الأموات عبارة عن مهرجان كبير لتكريم الموتى، ويحتفل فيه المكسيكيون من 31 من تشرين الأول أكتوبر وحتى 2 من تشرين الثاني نوفمبر في دار أيتام كازا سان سلفادور. تستخدم ماريون تافيا تقنيات العلاج بالفنون لمعالجة الأطفال الذين لديهم مشاكل سلوكية. يأتي معظم الأيتام من عائلات مفككة، وغالباً ما يكونون مصابين بالصدمة النفسية والخوف. أنطونيو عمره 15 عاماً، هجره والداه عندما كان عمره 3 أعوام، وعاش فيما لا يقل عن 6 دور أيتام. سألته عن الألوان التي سيختارها لتمثيل الماضي والحاضر والمستقبل، واعتبر المستقبل حياته الجديدة، لذلك قلت له نعم لتكن حياتك الجديدة. ثم اختار اللون الأسود لتمثيل الماضي والأخضر لتمثيل المستقبل ومجموعة من الألوان للإشارة إلى الحاضر. كانت خياراته دقيقة وتعكس حالته النفسية. هنا في دار كازا سان سلفادور يخضع أنطونيو للعلاج النفسي. العلاج بالفنون الذي تقدمه ماريون تافيا مطلوب جدا، لكنها ببساطة لا تملك الوقت الكافي لـ500 طفل. الأمر أشبه بإخماد الحريق. أعطي اهتمامي للحالة الأصعب، أي أحاول مساعدة الطفل الأكثر حاجة للعون. يقدر مدير دار الأيتام أغوستين فلاسكويز ماريون تافيا وعملها تقديراً كبيراً، وهو مسرور لكونها ضمن طاقم عمله. إنها شخص مسؤول وتهتم بالأطفال كثيراً، تتعلم طوال الوقت وتساعد دائماً الأطفال الأكثر حاجة للمساعدة، الأطفال الذين لديهم أعباء ومشاكل كبيرة.
صيت المدرسة التابعة لدار الأيتام جيد، وبخاصة أنه قد تم إعداد مقررات دراسية تناسب احتياجات هؤلاء الأطفال، حيث يبني الأساتذة والمعلمات علاقات ثقة بالأطفال أكبر بكثير مقارنة بالمدارس الأخرى، وهم بالنسبة للأطفال الأيتام بمثابة البديل عن الوالدين. لكن وللأسف لا تكفي عائدات التبرعات لتوظيف ما يكفي من الأساتذة والمعلمات، لا، بل وقد سرح بعضهم من الخدمة هذا العام. لكن نظام العائلة الكبيرة هذا ناجح رغم ذلك، ولكي لا يغادر الأطفال هذا المجتمع الموثوق لا يقبل بالتبني هنا أبدا. لا أعلم ماذا سيكون مصير الأطفال إن لم يكونوا هنا. يحظى الأطفال في العائلة باهتمام أكبر بالتأكيد، لكن هؤلاء ليس لديهم عائلات، وسيكون الشارع مآلهم إن لم يكونوا هنا. ثمة مكب نفايات متوقف عن العمل على بعد 10 دقائق من دار الأيتام. تسكن نحو 300 عائلة هنا في ميلبياس، وكانت في السابق تعتاش على فصل النفايات، واليوم تكافح من أجل البقاء. Hola, buenos días, señora. Soy Marion. ¿A poco vas a sextos? No. No. Ella está que va en sexto. Ah, por eso dije. تقدم دار أيتام نوستروس برجينوس إرمانوس الطعام لخمسين طفلا وتعتني بتأهيلهم المدرسي. Pero pues aquí estamos durante el día ya para dormir, nos vamos para allá. Muy bien. Muy bien. حقا من الصعوبة بمكان الاستمرار بلا دعم الدار. المساعدة التي تقدم لنا لها أهمية وجودية. تتوجه ماريون في الصباح التالي مع بعض الأطفال إلى السوق في ميا كاتالان. زهرة الموتى الصفراء الزاهية ترشد أرواح الموتى إلى مقاصدها بحسب اعتقاد المكسيكيين، حيث لونها ورائحتها تدل الأرواح على الطريق من الآخرة لتصل إلى أقاربها، لذا تسمى هذه الزهرة بزهرة الموتى. أحب زهرة الموتى لأن عبقها يملأ الجو في هذه الأيام. نحصل عليها قبل 10 أيام أو أسبوعين، وأنا أجد في رائحتها المواساة. بدأت أعداد الزهور تزداد في المقابر في كل أنحاء المكسيك. بعد فترة قصيرة ستحضر أرواح الموتى للزيارة، توضع العطايا على الطاولات من أجلهم في دار الأيتام. خبز الأموات هو نوع خاص من الخبز، وهناك دائما جماجم مصنوعة من السكر، ويطلق المكسيكيون على هذه الطاولات الملونة اسم طاولة القربان. قد تتساءلون عن استخداماتها، إنها للأموات وهم يحبونها. أزين الطاولات بحب واحترام، وهي طريقتي للتعبير عن الحب والود الذي أكنه في قلبي لهم. يتعلم الأطفال العادات والتقاليد المكسيكية القديمة هنا. في الوقت الحاضر يتأثر يوم الأموات بالنسخة الأمريكية من عيد القديسين، وتشعر المعلمة هيلدا بادية بالقلق حيال ذلك. نحن المكسيكيين نهتم بالأموات والعادات، لكن ظهر تأثير بعض الثقافات الأخرى كما ترون هنا. Que se refleja en esto que estamos viendo, ¿verdad?
مثلا وجود القرع والأشباح التي بدأت بالتسلل إلى ثقافتنا. في تقاليدنا الأموات هم المهمون. هؤلاء هم من نكرمهم، الأموات. فقد معظم الأطفال هنا أقارب لهم، وبالتالي خبروا الجوانب القاسية للموت. مع ذلك هذا الموضوع غير محظور، بل على عكس المجتمع في أوروبا يتقبل معظم المكسيكيين الموت كجزء من الحياة. الموت قريب لأن الناس هنا لا يموتون في المستشفيات عادة إلا إذا أصيب أحدهم بسكتة قلبية ونقلوه إلى المستشفى ومات هناك، أو إن مات في المستشفى بعد تعرضه لحادث. لكن عندما يمرض الناس لا يموتون في المستشفى بل في منازلهم. تحضر أرواح الموتى للزيارة في الليل، وماريون تفية بانتظار أقاربها الراحلين في شقتها. وتحدد الطريق للأرواح ببتلات الزهور. أنثرها أمام الباب ثم في غرفة النوم لتتمكن من إيجاد طريقها إلى أحلامي. رتبت ماريون طاولة القربان من أجل زوجها. لإكمال الهدايا لتوماس كنا بحاجة لنوع خاص من الخبز. لا أجيد إعداد هذا النوع، لذلك أعد الشكل وأرسله إلى والدي فيخبز والدي الكعك لي، وقد قال لي إنه سيؤسس مشروعاً لصناعة هذا الخبز. سنشعلها هذا المساء وستحترق طوال الليل. اندمجت ماريون تافية في المجتمع المكسيكي ولا تتخيل نفسها تعيش في بلد آخر. كانت ألمانيا موطني سابقاً، لكن ها هنا موطني الآن. حالياً لا أتخيل مغادرة هذه البلاد لأنني اعتدت على طريقة الحياة وعلى الأطفال أيضاً. عملي مع الأطفال يحدد حياتي، ولهذا السبب لا أتخيل نفسي أغادر، وليس بسبب المكسيك فقط بل لأجل الأطفال أيضاً. اعتدت على الحياة هنا. يوم الأموات في ليلة 31 من تشرين الأول أكتوبر، تحضر أرواح الأطفال الموتى للزيارة. تجد طريقها نحو المنازل بسهولة أكبر من أرواح الراشدين التي تصل في ليلة الأول من تشرين الثاني نوفمبر. يفتح المكسيكيون منازلهم ويعرضون القرابين لأقاربهم الراحلين. هذه طاولة القربان الخاص بزيارة والدي، أعددنا أطباقه المفضلة. يقدم الجميع هنا القرابين للترحيب بآبائهم وإخوتهم وأخواتهم أو الأقارب الآخرين. خلال الليل تقدم العائلات المشروبات الساخنة والطعام للكثير من الزائرين. نشعر بالامتنان لحضور العديد من الزوار ونرحب بهم لرؤية والدي. تتضمن القرابين هنا التماثيل المميزة المحشوة التي تمثل الميت.
صورة أخيرة قبل أن تعود ماريون تافيا وزملاؤها إلى دار الأيتام. بالنسبة للأطفال، يبدأ يوم الأموات مبكراً باحتساء الشوكولاتة الساخنة وتناول الكعك. الثاني من تشرين الثاني نوفمبر أنهت ماريون تافيا ومساعدوها عملهم، وأصبحت التماثيل والجماجم جاهزة. الآن يمكنهم تزيين مطبخهم. الأطفال مبهورون بالتماثيل. قال بعضهم إنها رائعة وسألوني كيف صنعتها. تعزز مثل هذه الأمور ثقة الأطفال بأنفسهم بشكل كبير، لأن الجميع في دار الأيتام أعجب بها. إنه يوم حافل بالنسبة لماريون تافيا، والجميع يريدون رأيها. في سكن الأطفال هناك مسابقة أفضل قربان، ويتم التحكيم وفقاً لفئات عمرية. يبذل الأطفال جهداً كبيراً لجعل قرابينهم جميلة قدر الإمكان. يحضر الأب فيليب قداس الموتى في الكنيسة. الكاهن الأمريكي وضع كتاباً حيث يستطيع الأطفال تسجيل أسماء أقاربهم الأموات فيه. من تقاليدنا الدعاء لآبائنا وأجدادنا وإخوتنا وأخواتنا الأموات بالاسم. تتطلب قراءة الأسماء بصوت عال في القداس من 15 إلى 20 دقيقة. نسمعها اسماً اسماً. إنها لحظة خاصة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا آباءهم. ينصتون بهدوء وتركيز ليسمعوا أسماء أحبتهم في القداس. يجتمع 500 طفل وعاملو الميتم في الكنيسة وينتظرون لحظة محددة يستطيعون خلالها الشعور بوصول الأموات. تستدعى أرواح كل أقاربهم الموتى بالاسم، وتنتظر ماريون تافيا اسم زوجها توماس تافيا. فجأة عم الهدوء الكنيسة. Chofer José Manuel, enfermera Fátima Irasoque, Sergio López, Elian Luján, Margarita Luján, Josefina Barrera, Isernia Álvarez, Olivar Díaz, Rufino Díaz, Papá Hernández, Abuelita Catalán, Papá García, Martín González, María González, Luis Ortega, Julia Lara, Gabriel Lara, Jesús Sánchez, Eleazar Vázquez, Octavio Cruz, Ulises Cruz, Rea Olivos, Pedro Cruz, Manuel Galvez, Maximino Paredes, Tamás Tavera. A vivir siempre contigo en los cielos, por Cristo nuestro Señor. أشعر شخصياً بحضور الموتى. إنه جو مميز بالفعل. كتب بعض الأطفال في كتاب الأموات أبي أمي فقط. تركوا وضاعوا في عمر مبكر ولا يعرفون أسماء آبائهم. يعلن الأب فيليب افتتاح المهرجان. يندفع الجميع إلى طاولة القربان للحصول على أكبر وأجمل الهدايا.
استحق عمل الأسبوع السابق ليوم المهرجان العناء، ومجدداً أعد عاملو دار الأيتام للأطفال حفلاً لا ينسى. أعتقد أن تواجدنا بجانب الأطفال مطلوب بشدة، فهم بحاجة لنا. إنهم أطفال هجروا، ولذلك أعتقد أنهم بحاجتنا. هذا مهم جداً، وأنا ممتنة لأنني أنتمي لهذا العمل. تستمر فعاليات الحفل أمام الكنيسة، حيث ينضم الأموات الآن للاحتفال بحيوية، لكنهم يعودون بعد فترة قصيرة إلى الحياة الآخرة، وسيأتون في العام القادم بالتأكيد، حيث ستكون ماريون تافيا هنا أيضاً للترحيب بهم.